حضرتك انا مش عارفه اتكلم عشان خايفه تقفش وخايفه صوتي يطلع. استنى خليكوا معايا لحسن التورتيه دي هتقع مني دلوقتي. استنى انا عايزه اخليكوا تساعدوني كلكوا. بعدين انتوا حضراتكم فين سايبيني لوحدي غرقانه كده؟ مش محدش يجي يساعدني؟ فين جيشي يا جماعه؟ فين جيشي وفين جيشو؟ مش انتوا المفروض يا جيشو انتوا تقولوا له كل سنه طيب ولا اي حاجه في حياتكم؟ ولا انتوا سايبيني كده محتاسه لوحدي؟ استنوا خليكم في المخده دي. طبعا احنا لو اتفشنا دلوقتي كلنا هنترحل. انا بحاول علشان انا بحط ايه البتاع دي على الارض زي ما هي كده. ايوه انتوا بتقولوا ايه؟ قولوا كل سنه انت طيب. بقول كل الحاجات اللي بنشوفها فيها بس يساعدني. وبعدين بقى بقولوا له بقى ان انا كنت محتاسه قد ايه وان هو السبب علشان هو ايه ما ساعدنيش انزل لوحدي النهارده. فضل قاعد معايا وتقول لي كده هتسيبيني لوحدي؟ كده هتسيبيني لوحدي؟ ما عرفتش اعمل له حاجه قوي. فين انتوا؟ فين؟ بصوا انا كل شويه بتلسع من الولاعه مش عارفه امسكها. احنا اصلا هنشغل المزيكا. استنوا خليكم معايا. هنفتح المزيكا وهنقول له وهندهله ونستخبى. احنا كلنا نستخبى ونصوره مثلا. بس استنوا خليكم معايا يا جماعة. استنوا لحسن البتاعة دي بتلسعني. انا بتلسع. انا اصلا حاطة الشمعة بالشقلوب وخلاص. قاسي القلب حتى في عيد ميلاده مش عارفة اعمل له مفاجأة. حتى في عيد ميلاده دي قسوة في حد ذاتها. شايفين الشمع؟ الحمد لله. احنا كده بقى ايه؟ نندهله نشغل المزيكا دي الاول ونندهله ونطفي البتاعة دي. بابي تعالى يا حبيبي عشان عايزك تشيل لي حاجه. لا لا تعالى البتاع هتقع مني. والنبي البتاع هتقع مني. انا كنت ناس. شابوسك قدامهم بقى. يا جماعة انا كنت ناس ان عيد ميلادي اصلا. استنى ما نفتح اي حاجة عشان النهاردة ايه؟ النهاردة خلاص 14/3. طب احنا كنا عند محمد في المستشفى تجيبوا حاجات دي. مش انا، ما انا جننت جندي مجنن. اهي اقعد كده عند الارض. يلا
مهرجان يوم عيد ميلادي. بعد شغل لحد مهرجان يوم عيد ميلادي. ايوه تعال هنا انت فين؟ طب عيد ميلاد مين الليله؟ ايه كلكم عارفين عيد ميلاد النهارده ولا لا؟ وجيت تقول لهم فين زي بابي؟ طب هابي بيرثداي تو يو انا هابي بيرثداي والله هابي بيرثداي مش هابي بيرثداي ها ها ايه فيكم ايه انتوا فين يا جماعه الفرقه اللي جايه تغني دلوقتي حالا جايه مخصوص نو والله العظيم والله العظيم كمان مين معانا يا جماعه انا معطلهم عن التور بتاعهم في امريكا ايوه والله انا معطلهم مع كل ده التور بتاعهم في امريكا عشان عيون شادي كل سنه وانا طيب ويا رب ربنا يخلي حبيبتي ليا طول العمر كل شويه ابوسك كل شويه بتجي كده تتفشوا وعماله ابوسك يا جدعان يا بنتي انت مراتي ما ينفعش تبقي توسيني قدام الله العظيم استغفر الله العظيم ربنا يخليك ليا ايوه ربنا يخليها ليا يا جماعه انا عايز افهم انت عملتي الحاجات دي امتى وانا لحقت يا جماعه عشان تعرفوا الظلم بس الازلي اللي انا فيه انا مش لاحقه اعمل حاجه وبعدين هو الصبح جيت انزل راح قايل لي ايه اصل انا هتسيبيني لوحدي ما انا مكنتش عايز اقعد لوحدي وانت ما تسيبينيش لوحدي لا انا مكنتش عايز اقعد لوحدي وقلت لك انزل معاك اوديك المكان اللي انت عايز تروحي فيه فقمت انا يصعب عليا طبعا ليه صعب عليكي فارق في الحالات اللي زي كده تمام وما راحتش في مكان وقعدنا طول يوم مع بعض طب تمام عملتي ايه بقى انا عايز افهم مين اللي جاب التورته واحده صاحبتي جندي مجند
احنا صاحبه تعب رحنا المستشفى. انا صاحبي تعب فنزلت المستشفى ليه طبيعي و... حاسب لكيكو ياكل التورته. لا ما هو قاعد يبص عليها بس. اه عشان غلط. كل الناس بص كل الناس دي عماله تعيد عليك. انا معاكم بحتفل بيكم. ايه ده مصر كلها بتحتفل معانا بعيد ميلادي تقريبا. ايوه انت فاكر ايه ده لايف اصلا انت فاكر ايه؟ انا فاكرك عامله فيديو مثلا ولا حاجه. فيديو مين يابا؟ فيديو مين يابا؟ يابا الله ربنا يخليكوا لينا يا رب. ايوه كل الناس تقول لك احنا اهو كل سنه وانت طيب ومش كل سنه وانا طيب جميلة. يا رب ربنا يقدرني ويكرمني واسعدك واعمل لك كل الحاجات الحلوه اللي في بيتنا. واحنا اول مره يا جماعه عيد ميلاد ده اول عيد ميلاد ليا واحنا في بيتنا. هو كان نفسه يعمل الفرح ساعه عيد ميلاده وقلت له لا ما تضربليش المناسبات كلها. كنت عايز اعمل قلت اعمله له 14/3 وبعدين اليوم كله عمال احسسه ان انا نسيت بقى انا ناسي اصلا وعمال انسي اليوم وسرقه موبايله وقافله النت ومش عامله اي حاجه واحنا لما بتقولي لي سيب الموبايل وانا نازل الصيدليه بتقولي لي سيب الموبايل عشان واصله بالنت قلت لها ما انت مش واخده هوت سبوت من عندي مش واخده نت من عندي انت عايزه الموبايل ليه قالت ايه ده هو مش واصل طب وصله والصبح عمال اكذب عليه وانا اصلا ببقى مش عارفه اكذب واقعد اضحك يقول لي انت تخوري فين؟ انت عايز تنزلي ليه؟ ليه عايز تنزلي لوحدك يعني؟ قلت له هشوط موزز، هنزل اشوط موزز لوحدك. ما انا مش فاهم. وبعدين مش جاي في دماغي خالص ان عيد ميلادي يعني عيد ميلادي ده مسقطه خالص يعني. ليه عايز تنزلي وتسيبيني لوحدك؟ يعني ما تاخديني معاك ليه؟ ليه عايز تنزلي وتسيبيني لوحدك؟ مش انا جوزك مش انا صاحبك مش انا مش عارف ايه اقول له يا عم مش عايز اخدك معايا زهقت انت قاعد معايا طول الوقت. زهقت. هابي بيرثداي تو يو بيرثداي هابي بيرثداي يلا يا جماعه انا هبقى اقول لكم على حاجه تانية بيني وبينكم بس مش قدامه بقى ايه وعماله تقولي وجابتني ووصلت لها السماعه وانا مش عارف ايه عايزه السماعه ليه اسمع مزيكا اول مره تقول لي وصل لي السماعه اعمل لي كونكت بالسماعه بموبايل طب ايه بتعملي ليه معايا كده مش بس مصر يا خدوي كل سنه وانت طيب ربنا يخليكوا لبعض تونس كمان إيه تونس معانا إيه تونس كل معانا كل الناس ان شاء الله حبايبنا من تونس ربنا يخليكوا ليا يا رب انا موريكوا حاجه بصوا دي جميله ازاي مين دول شايفين الصوره دي شغل لي بقى حاجه كده يعني قول لي مثلا كلام مش عارف اشغل لك ايه دلوقتي خالص انا مخضوق يعني شغل مخك انا مش عارف مخطوف انا ما بتخطفش انا بخطف بس انا مخطوف قول لي انا مخطوف انا مخطوف مين بيقولوا ايه بيقولوا كلام كتير احنا فرح انا اللي فرحان بيكوا قوي قوي ايه ده يعني وعقبال ربنا يخليكوا ليا يا رب كلكوا انا مش لاحق اقرا الكومنتات بسرعه انا بحبك قوي والله والله انا بحبكم قوي يا محمد وانا طيب وانت طيب وانت طيب يا اسراء وبعدين اقول له هات لي مش عارف ايه يقول لي انا بعمل الاكل بتاع كيكو باكل كيكو انا بعمل اكل كيكو فبتقول لي تعالى الحقني عايز اشيل حاجه فقلت لها استني ثواني تقول لي الحق بتقع عليا فمخلاني جاي جري من هناك ومش عارف ايه اللي هيقع عليا مفيش حاجه تقع عليها اصلا لا هنا. لا في هنا والله في منشر و... وانت حاطه منشر غسيل هنا ليه؟ عشان منشر غسيل عشان منشر غسيل؟ ايوه حاطه منشر غسيل هنا عشان منشر منشر الغسيل منشر الغسيل دي بتجيبي الكلام ده منين؟ لا مش عارف اقول لكم ايه يعني انا مبسوط قوي يلا تتمنى ايه في ميلادك الجديد انا اتمنيت بسر لا قول لنا بتمنى ربنا يخليها ليا وتشقلب كده بالراحه بس يا كيكو انزل كده في الساحه بتمنى ربنا يخليكي ليا ونقضي طول عمرنا مبسوطين وبنلعب وبنهزر وبنضحك امين نعمل كل الحاجات الحلوه اللي احنا عايزينها في الدنيا
وربنا يقدرني وابقى من اجمد الناس ان شاء الله علشان اعمل لك كل اللي نفسك عيد لقلبك كل ما قلبك جنب قلبي كل ليله عيد لقلبي كل ما الاغاني دي بقى عايزين نسمع ايه بقى كلام جميل تاني بس يا كيكو نو 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 بجونسون نعرف انه كل لحظه من يومك فيها حكايه بتقربك من طفلك مثل وقت الاستحمام نو بس سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل ايه انت اتجننت؟ عمل ايه؟ عمال عايز يتنطط ويعمل فيه ايه يا اخي؟ عشان بعد ميلادك بيحتفل بيك يا اخي يا اخي بالراحة كلم الناس يا اخي بيحتفل بيك يا اخي اقسم بالله خليتونا عايز اتجوز والله العظيم الجواز حلو قوي ما شاء الله ما شاء الله بس لازم يعني بتحبه بجد يعني ما تخلوش حد يغصبكوا على حد او تقولوا لا خلاص انا هتجوز وخلاص لا لا ما فيش الحاجات اللي بتتقال دي اوعوا لان انا كنت وصلت لمرحله عشان اهلي بيزنوا عليا كنت وصلت لمرحله طب مش هتجوز واحده عشان اهلي عشان اخلص عشان انا دماغي زهقت بس لما قابلت الحب الحب قلت لا مش هعمل انا كده منفعش. انا هتجوز الحب ما ينفعش انا ما كنتش ناويه اتجوز غير وانا بحب قوي طبعا في حاجات كتير يعني في حاجات هنقعد نتكلم فيها معاكم بعد كده في بلاوي قابلتنا يعني ما اتجوزناش كده يعني اه ده احنا عملنا مغامرات عشان نتجوز انا وهي فاكره ايوه اقعد افتكر كده معاهم واتكلم عن ايه الصعوبات لا لا ده لازم الموضوع محتاج نقعد قعده طويله لان الموضوع احنا اتبهدلنا على معرفنا نرتبط اصلا ومشاكل من هنا ومشاكل من هنا وحوارات من هنا واحنا نسايس من هنا كل حاجه بس في الاخر حبيبي شايف سامع همس الشفايف وكلام قلبي اللي خايف يحكي لغيرك